الناس، نشرة إخبارية جديدة وإليكم أبرز عناوينها. لجنة تحقيق الطائرة الروسية تستبعد وجود عمل إرهابي. والكرملين يشكك، قل قتيل ولا تقل شهيد على متظاهر الفتنة. مصر تستعيد جدارية سيتي الأول من بريطانيا. وإليكم تفاصيل النشرة. مفاجأة في حادث الطائرة الروسية، فقد كشف الطيار أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيق عن الانتهاء من التقرير الأولي وإرساله إلى الممثلين المعتمدين للدول التي لها الحق في الاشتراك بالتحقيق ومنظمة الطيران المدني الدولي، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق الفني لم تتلقى ما يفيد وجود تدخل غير مشروع أو عمل إرهابي، لافتا إلى أن اللجنة مستمرة في عملها بشأن التحقيق الفني. من جانبه قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية تعليقا على تقرير اللجنة إن المخابرات الروسية تعتقد أن سبب سقوط الطائرة عمل إرهابي، قائلا الاستنتاج الوحيد الذي يمكنني أن أذكره هو أن الخبراء المختصين في كلا البلدين أكدوا أن عملا إرهابيا وراء سقوط الطائرة المنكوبة. قل على متظاهر الفتنة قتيل ولا تقل شهيد، فقد أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إنه لا يجوز إطلاق لقب شهيد على قتلى التظاهرات الداعية إلى الفتنة أو المخالفة للقانون، موضحا أن وصف الشهيد يتم إطلاقه على المسلم الذي مات في معركة ضد الأعداء، مشددا على أن من مات في التظاهر أو الاعتصام المشروعين فيجوز وصفه بالشهادة دعاء أو احتسابا ما لم يكن معتديا. وما زالت التحفظات على أموال الإرهابيين مستمرة، فقد تحفظت لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية على مستشفى الزهراء في بني سويف ومستشفى اللؤلؤة بمنطقة شرق النيل، وجردت اللجنة المستشفيات وفحصت وراجعت أوراقها ومحتوياتها من معامل إشاعات وتحاليل وغرف وعمليات وأجهزة ومعدات. قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلغاء قرار وزير الصحة السلبي فيما تضمنه من الامتناع عن صرف تكاليف الانتقال ل300 مريض بالفشل الكلوي في مختلف قرى ومراكز البحيرة بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوي 3 مرات أسبوعيا، ليكون المجموع 600 جنيها شهريا من منازلهم حتى مقر المستشفيات التي يعالجون بها. مصر تستعيد قطعة أثرية من بريطانيا، حيث أعلنت السفيرة إيمان الفار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية أن مصر استعادت جدارية من الحجر الجيري الملون ترجع إلى الأسرة 19 من عصر الدولة الحديثة، وعليها رسومات تمثل الملك سيتي الأول ومجموعة من المعبودات المرتبطة بمدينة أسيوط. إلى هنا انتهت نشرة الأخبار من القاهرة والناس، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.